قامة أخرى كبيرة النهاردة، ذكرى عيد ميلاده 68. فارقنا وسابنا، ولكن الحقيقة أعماله أبدا مش ممكن تفارقنا أو ننساها. هو صاحب البصمة، النجم الكبير الراحل الأستاذ فاروق الفيشاوي. النهاردة هو يعني الذكرى 68 لميلاده. بالمناسبة دي معانا على التليفون الفنانة الأستاذة سمية الألفي. يا أستاذة سمية، مساء الخير على حضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة احنا كان لازم النهاردة ان احنا برضو نحتفي بالأستاذ فاروق الفيشاوي. ووجود حضرتك أكيد طبعا يشرفنا ويسعدنا، ولكن تحب تقولي ايه في يوم زي ده؟ أولا أشكرك على المداخلة دي. العفو. فاروق يعني أصلا هو التاريخ ده احنا طول عمرنا بنحتفل بيه من زمان قوي. فاروق ما سبناش الحقيقة، يعني أنا بحس إن هو لسه موجود معانا بروحه وبكل الطاقة الإيجابية اللي سايبها جوه أولاده وجوه أصدقائه جوه كل الناس اللي بتحبه، فأنا حاسة إنه موجود. كان يوم زي النهاردة بيكون حريص إن هو يعمل إيه رحمة الله عليه الأستاذ فاروق الفيشاوي في يوم زي ده؟ والله هو كان انسان جميل وبسيط يعني ما كانش يعني احنا اللي كنا بنفكره ان ده يوم مهم في حياته من قبلها، يعني من بالليل من الساعة 12 يوم 4 نبتدي نكلمه انا وولاده واصحابه، فيقول لي يا جماعة خلاص لا استعدي انا مش تعب. نقول له لا مش بمزاجك، يعني انت هتستقبلنا وهنيجي وهنحتفل بيك وهنجيب لك تورتاية او يمكن ما نجيبش مش مشكلة، هات لنا انت التورتة. يعني هو كان حد كريم وصاحب واجب وكان بيعشق الناس، كان بيعشق ان يبقى حواليه ناس دايما اصحابه، كان بيعتز بيهم جدا وهم كانوا مجموعة بديعة الحقيقة من البني أدمين. يعني طمنينا على حضرتك، أخبار صحتك إيه؟ والله أنا كويسة الحمد لله الحمد لله. يا رب يعني دايما. أشكرك لا بالعكس، ده يعني حضرتك غالي علينا جميعا، وبنحب دايما نشوف حضرتك، ونتمنى والله لو يكون لنا الحظ والشرف يعني ننال هذا الشرف وتشرفينا ونطمن على حضرتك ونتكلم ونطمني جمهورك يعني. إن شاء الله والله، يعني في أقرب فرصة ممكن نعمل كده إن شاء الله. متشكر جدا لحضرتك الفنانة الكبيرة الأستاذة سمية الألفي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحقيقة.